أكد رئيس السيسي أن مصر الحرة تستحق منا كل فداء وتفان وتضحيه وقال رئيس السيسي إن هذا اليوم المشهود يتم فيه تكريم ليس فقط الشهداء ولكن عطاء الصامدين الذين يحملون مسؤوليه هذا الوطن أن مصر الحره الكريمه تستحق منا كل فداء وتفان وتضحيه ويمثل الاحتفال بيوم الشهيد في كل عام مناسبة متجددة لتكريم ابناء مصر المخلصين الذين ضحوا من اجل هذا الوطن الخالد ليستمر نابضا بالحياه مثمرا بالخير والسلام والنماء ولنتذكر معا تلك التضحيات التي قد لا يشعر بحجمها الهائل الا من قدم لمصر شهيدا او مصابا روى بدمه هذا الوطن. ان هذا اليوم المشهود هو يوم نكرم فيه ليس فقط ارواح من استشهدوا من ابطالنا الابرار من رجال القوات المسلحه والشرطه البواسل او اي مواطن يؤدي دوره بتفان واخلاص على اتساع الوطن، وانما نكرم فيه ايضا عطاء الصامدين الذين يحملون مسؤوليه هذا الوطن ويصلون الليل بالنهار ليحيا شعب مصر العظيم في سلام وامان واستقرار